يا ترى جه عليك الوقت انك حسيت انك في علاقة تقيل عليك وعلى مشاعرك واحساسك بالفرحة فيها قليل قوي؟ حسيت دايما في العلاقة دي بالارهاق والتعب العاطفي. صدقوني يا جماعة، ناس كتير بتمر بالاحساس ده، مش انت لوحدك. يعني بيمر ناس كتير جدا بالوضع الصعب ده لما بيلاقوا نفسهم متورطين في علاقة مسمومة بتاكل فيهم وبتستنزفهم، والاصعب كمان ان الخروج منها بيكون في منتهى الصعوبة. طيب ليه بيحصل كده؟ وليه بتلاقي نفسك مضطر تستمر في علاقة مضرة ومسيئة حتى لو انت متأكد ان العلاقة دي فعلا مضرة ليك ومسيئة ليك ولمشاعرك؟ فاحنا في الحلقة دي هنعرف الاسباب للوضع ده وايه اللي بيجبرك على انك تستمر في علاقة مؤذية ليك. وبالرغم من ان فكرة الانفصال نفسها بتكون فيها شوية تعقيد وصعبة، لكن الموضوع ما بيكونش انك تفهم الاسباب اللي انت بتخليك توصل للوضع ده بس، ولكن بيكون علشان تقدر تاخد الخطوات الصح للخروج من العلاقة دي وتبدأ حياتك بشكل أفضل. خلينا الأول يا جماعة نعرف طبيعة الارتباط العاطفي وإزاي بيأثر فينا قوي، وإزاي نقدر نعيش بطريقة متوازنة ونوصل للسعادة اللي بنحلم بيها. الحقيقة يا جماعة إن من الطبيعي إن أي علاقة مع شخص بتحبه بيحصل ارتباط بينكم جدا مع الوقت، وخلي بالك إن علاقاتك وارتباطاتك السابقة اللي مريت بيها في حياتك بيكون طبعا ليها تأثير قوي على ارتباطك بشريكك ده، خصوصا علاقتك مع الوالدين في مرحلة طفولتك، والارتباط ده بيشكل جوه عقلك تصور وفكرة كده عن الشخص اللي انت بترتبط بيه وعلاقتك بيه بشكل عام، وبالتالي ممكن تقدر تتجاوز اي مشاكل في العلاقة اللي انت فيها، وده بيكون بسبب التصور اللي مزروع جوه عقلك بشكل معين، واللي بيكون من الصعب ان التصور ده يتغير حتى لو كنت متأكد ان العلاقة اللي انت فيها دي مفيش منها اي فايدة بالنسبة لك. بيكون عندك شوية اقتناعات كده ما بتقدرش تتعامل معها او تغيرها. كمان ممكن فكرة الوحدة نفسها ممكن تسبب لك شوية خوف من ترك العلاقة او انك تفقد الذكريات الجميلة اللي مريت بيها مع الشخص اللي انت مرتبط بيه ده. كمان ممكن تحس بالقلق الشديد جدا من انك تتسبب للشخص اللي انت مرتبط بيه ده في انه يعيش حزين لو انت قررت تنفصل عنه، وده بيكون سببه الارتباط والوقت اللي عشتوه مع بعض اثناء العلاقة. خلي بالك الارتباط العاطفي اللي بينك وبين شريكك ده بيكون شبه الادمان بالظبط، خصوصا لما بيكون الشخص اللي انت مرتبط بيه ده انسان سام، بيكون زيه زي المخدر اللي بيسكن الالم ولكن مش بيعالجه، يعني مفيش منه اي فايده. لو كنت عايز تعيش حياه صحيه بجد لازم تقدر تتجاوز الادمان ده. حاول كده تسال نفسك لو انت تركت العلاقه دي هل فعلا هتخسر كل حاجه، ولا انت عندك استعداد انك تخسر جزء من نفسك علشان تحافظ على علاقة مفيش منها أي فايدة، بالعكس بتستنزفك وباستمرار. الحاجة اللي بعد كده، لو حسيت إن قيمتك أو قيمة نفسك هتقل، يا ترى هل ممكن تحس بثقتك في نفسك لما بتكون في علاقة سامة أو ضارة؟ بتحس كده إن أنت عندك حاسس بقيمتك وحاسس بوضعك؟ من الصعب جدا يا جماعة إن أنت تتجنب الإحساس بقلة قيمتك أو تقديرك لنفسك وأنت في علاقة ضارة. علشان كده لما تلاقي الشخص اللي انت مرتبط بيه بينتقد مظهرك او انك مش عارف تعمل حاجة او اي شيء بتعمله بشكل غلط وسيء، فصدقني الوضع ده ممكن يوصلك لانك تحس انك مالكش حق في اي حاجة ولا حتى ليك الحق في انك تحب او تتحب. الشخص السام يا جماعة بيستخدم اساليب كتير جدا علشان يقدر يوصل للسيطرة عليك، وبيكون حريص جدا على انه يخليك تحس بانك مش كفاية او انك مش من حقك اي حاجة. أهم شيء إنك تحاول تعرف العلامات اللي بتظهر في العلاقة الضارة أو السامة علشان تقدر تحط الحدود اللي تخليك تقدر إما إنك تكمل في العلاقة أو إنك تنهيها. حاجة كمان مهمة جدا بتخليك تخاف إنك تترك العلاقة هو الخوف من التغيير. بكل تأكيد فكرة إنك تنفصل عن علاقة وتدخل في علاقة جديدة بيكون شيء ممكن يقلقك ويخليك تفكر ألف مرة قبل ما تفكر تترك العلاقة السامة اللي انت فيها أو الضارة دي. الخوف من التغيير يا جماعة ممكن يخليك تستمر في علاقة سامة حتى ولو كانت بتتسبب لك في الإحساس الدائم بالألم والتوتر والقلق. صدقني الخوف ده لازم تتغلب عليه وما ينفعش يكون سبب لإنك تستمر في علاقة مؤذية. تقدر تستشير طبعا حد يكون فاهم في العلاقات ممكن يساعدك بإنك تحدد أنت محتاج إيه في علاقتك دي، وهل فعلا الشخص اللي أنت مرتبط بيه ده ممكن تستمر أو تكمل معاه في العلاقة أو لا. ولو لقيت إن ده مش موجود فأكيد جه الوقت اللي تفكر انك تنفصل عن العلاقة دي وتنقذ نفسك من سمومها
ومفيش مانع أبدا إنك تدخل في علاقة جديدة تحقق لك اللي مقدرتش تحققه في العلاقة السابقة، بشرط إنك تقدر تحسن الاختيار وتتعلم من تجربتك اللي فاتت. أول خطوة وضرورية جدا بالنسبة لك هي إنك تفكر وبشكل جيد جدا في التغيير، ولازم تتوقع إن ده شيء طبيعي جدا إنك تخاف من فكرة التغيير نفسه، خصوصا لو أنت بتحاول تبعد عن علاقة سامة. صدقني الموضوع ما بينتهيش عند الانفصال عن العلاقة السامة، ولكن الموضوع أبعد من كده، وهو إزاي إن أنت تقدر تحول حياتك وتغيرها لشكل أفضل بتركيزك على نفسك وعلى أهدافك. التغيير اللي بنتكلم عنه ده ممكن يكون إنك تنتقل لمكان جديد، أو إنك تشوف وظيفة جديدة، أو إنك تبدأ تبني علاقات اجتماعية جديدة. لما بتكون عشت في علاقة لمدة طويلة، فكرة التغيير دي أكيد بتبقى مصدر قلق بالنسبة لك وخوف، بتخليك تحس انك بتبدأ من الصفر، بتبدأ تشك كتير في مستقبلك اللي جاي، وده ممكن يخليك ما تقدرش تاخد الخطوات الضرورية ليك. لكن لازم تكون عارف ان التغيير بيكون عبارة عن فرصة لانك تبدأ من جديد وتبني شخصيتك وحياتك مرة تانية، وانت متأكد انك تستحق الافضل. حاجة كمان بتخليك تخاف انك تخرج من علاقة سامة، الوهم. الشخص السام ده يا جماعة بيمارس أساليب رهيبة جدا علشان يعزلك ويوهمك بحاجات مش حقيقية علشان يقدر يحصل على اللي هو عايزه منك، وده بيخليك توصل للشعور بحالة من العجز علشان يخليك تحس إن من الصعب جدا إنك تخرج من العلاقة دي. الشخص السام ممكن يوهمك بإنه عنده سلطة كاملة عليك، وإنه مسيطر عليك بشكل كامل، وإنك ما تقدرش إنك تعمل أي تغيير في حياتك مهما حاولت، وبالرغم من كده فلازم تكون متأكد إن ده مش حقيقي طبعا، وكل اللي بيوهمك بيه ده كذب. لازم تعرف ان في حاجات كتير قوي ممكن تديلك الشعور بالقوة وتركز عليها وتنميها جواك، ولما بتوصل لحالة القوة دي تقدر تتغلب على الشكوك والاوهام اللي جواك، وبتختفي مع الوقت، بتختفي كل حاجة بتوهمك وبتقنعك انك عاجز. لازم تعرف ان حتى لو كان الخروج من العلاقة السامة صعب، فخليك فاكر ان في حاجات كتير جدا ممكن تدعمك وتقويك، زي انك تتكلم مع اصدقائك او اي حد من عيلتك، او انك تبحث عن معالج فاهم الامور دي علشان تقدر تتجاوز المرحلة دي بنجاح.